الوسط، الحمض، ميليه اسيد. مزيان. دونك حنا فاش كيكون عندنا وسط حمضي الله يغفر لكم، كيكون عندنا وفرت ايونات اش بلس، كيكون عندي لي زيون اش بلس، لي زيون اش بلس اون اكسي اش بلس او اش تروا او بلس على حسب. دونك حنا غادي نخدمو غير بهذا، يعني وفرت ايونات اش بلس او اش تروا او بلس. مزيان. اذا فاش عندي ايونات وفرة ديال الايونات، خاصك تعرف ان الايونات ديال اش بلس كنديروهم باش كنقدروا كنديروهم باش يتفاعلوا ليا مع الاكسجين وينتج عليهم الماء. اش بلس كتفاعل مع الاكسجين باش تعطينا جزيئات الماء. واضح؟ عقل مزيان. في الوسط الحمضي كنزيدو اش بلس على ايونات الاكسجين على الاكسجين باش كيعطيني جزيئات الماء. داكوغ؟ يعني اش بلس كنديرهم بوغ فافوريزي هذاك لا رياكسيون، يعني باش نحفزو باش نخليه يتفاعل. مزيان. غناخدو مثال، غناخدو هاد المزدوجة امان او 4 موان امان دو بلس. سبير معايا، امان او 4 موان امان دو بلس. اول حاجة نديرو اول مرحلة امان او 4 موان تعطينا هنا امان دو بلس. داكوغ؟ هنا عندي ام ان وحده، وهنا ام ان. هنا عندي 4 ديال ليزوكسيجين، هنا 4 ديال ليزوكسيجين، وهنا ما كاين والو. واش كنقول لكم القاعده؟ عندك 4 ديال ليزوكسيجين وما عندك والو، هنا غتزيدها على شكل ما، يعني هذاك الاكسجين هذاك 4 ديال ليزوكسيجين غادي يوليو ليا عباره عن جزيئات الماء. واضح؟ 4 كانوا 20 زيد 20 كانوا 40 زيد 40 كانوا 50 زيد 50. داك غير هنا فاش التالي، يعني هنا شحال زادت من اش بليس؟ كندير 4 في 2، 4 في 2 هي 8. يعني هنا باش حصلت على هاد 4 في 2 زائد 8 ديال اش بليس. مزيان. دابا نحسب الشحنة، كيفاش كندير باش نعرف شحال من الكترون؟ تبعوا معايا الطريقة. كندير ان الكترون كتساوي، هنا عندي شحنة سالبة يعني ناقص 1، هنا عندي 8 موجبة زائد 8 ناقص، كنقص هادشي اللي كاين في الطرف الاخر. عندي هنا شحال؟ عندي 2 هي ناقص 2. كندير عقل ناقص 1، 8 ناقص 2. كندير 8 حيد منا 1 هي 7، 7 حيد منا 2 هي 5. اذا شحال غادي؟ 5 ديال ثقل انا غادي واحد اخر. غادي نعطي مثلا ام ان او 2 على ام ان دو بليس. اول حاجه غندير ام ان او 2 غتعطينا هنا ام ان دو بليس. هنا شحال عندي من الاكسجين؟ 2 غنزيدو هنا، غنزيد 2 اش 2 بليس. واضح؟ هنا 2 شحال؟ 4. غنزيد على شكل 4 اش بليس. نعرف شحال عندي من الكترون؟ هنا عندي 4، غندير ان الكترون. هنا عندي 4، وهنا عندي في الطرف الاخر 2 ناقص 2 هي 2، يعني غادي الكترون. مزيان. فهمتوا هادي؟ واخا. غادي ندوزو دابا مزدوجة أخرى، مثلا H2O2. هنا عندي H2O2 وهنا عندي H2O2، غنديرو H2O2. هنا نديرو H2O2، هنا عطينا H2O. تبع معايا، هنا عندي جوج أشات، هنا عندي جوج أكسجينات، وهنا عندي واحد، يعني هنا عندي جوج أكسجينات، وهنا عندي واحد، أنا خصني نزيدها على شكل ما، ندير ليا H2O، داكوغ؟ حيت باش تولي واحد زائد واحد، جوج، واحد زائد واحد، جوج، إذا هنا عندي جوج أكسجينات، وهنا عندي 4 ديال لي أش، وهنا عندي جوج، يعني غنزيد 2H بليس، 2H بليس غنزيد على 2 إلكترون. واضح؟ غنزيدو مزدوجة أخرى O2 غتعطينا H2O. هنا عندي شحال؟ عندي 2 أكسجين، وهنا عندي وحدة، إذا غنضرب هنا جوج، جوج شحال؟ 4، غنزيد هنا 4H بليس،
زيد ربعة ديال لي زيليكسيون داكوغ زيد نعطيكم هذاك الشيء غادي نبقى غادي وكنطلعو في النيفو عندي سي ار دو و سي دو موان سي ار تروا بليس هنا عندي سي ار دو و سي دو موان هنا سي ار تروا بليس هنا عندي جوج كرومات هنا عندي وحدة هنا عندي جوج هنا عندي وحدة إذا هنا غنضرب في جوج هنا عندي سبعة ديال لي زوكسيجين عندي سبعة اش دوز سبعة بجوج شحال 14 14 اش بليس هنا ان ديال الزيليكترون هتساوي هنا شحال عندي ناقص جوج زائد 14 ناقص جوج ثلاثة هي ستة هنا هي ستة يعني غادي ستة ديال الزيليكترون فهمتوها واخا اي او 3 موان اي 2 نديرو اي او 3 موان غتعطينا اي 2 شحال عندي هنا عندي جوج هاد جوج غنضربها هنا صح جوج ثلاثة شحال ستة نزيد على شكل ستة اش دوز انت عندك هنا جوج ها هي ثلاثة جوج ثلاثة ستة هي ستة اش دوز دونك اي 2 زائد ستة هنا عندنا ستة اش دوز هي 12 اش بليس زائد هنا عندي جوج سالبة و 12 موجبة تبقى هي 10 ديال لي زيليكترون فهمت نعطيكم عطا الله المزدوجات بزاف ديال الوسط الحمضي ولكن الاغلبيه اللي كنخدموهم بزاف كنلقاو كنلقاو هاد كاين هاد ان او 3 موا ان او 2 دكوغ عندنا ان او ان او غير ان عندنا ان او 3 موا تعطينا ان هنا عندي ثلاثة وهنا عندي واحد ثلاثة باش تكمل واحد كمل غنزيد جوج اش دوز واضح جوج جوج ربعة غنزيد ربعة اش بليس هنا عندي ربعة موجبة وحدة سالبة غنزيد ثلاثة ديال زيليكترون فهمتيها فهمتو هادشي